السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رانيا جهزت الغدا؟ على ما تغسل ايدك هيبقى على السفرة. طيب بسرعة عشان عايز ارجع البازار تاني. طب خلنا ايه النهاردة؟ شوربة عدس بالبشاميل. شوربة عدس بالبشاميل؟ ده ايه العك ده؟ عدس يا بيبي مش عك عدس. ده انا حطلك في العدس ده شعرية بالبشاميل بحبيبات البازلاء وهيبقى الطعم مختلف. انا لو منك اجيب سندوتشين من بره، ده انا حطيت المعلقه في السلطانيه ساحت. يا حماسي يا حبيبتي، انا حاطه في العدس بايكربونات الصوديوم علشان تقتل اي جراثيم موجوده في المعده. يا جماعه حد يطبخ ويخلصنا بقى من الاطعمه الفاسده دي. انا اعمل لك ايه؟ مراتك محرجه علينا نخش المطبخ عشان تعك بمزاجها. يو من فضلكم بقى، يا وش على بنوتي. يعني انا اول ما اتجوزت انا كنت بطبخ الطبيخ الكومبلونشي ده، لكن بعد كده بعد فتره صغننه اتعلمت. فترة ايه؟ ده انا متجوز بقالي 10 سنين. كل حاجة دوق يا حبيبي، دوق صنعة ايديا وهتقولي ان انت دوقت حاجة فظيعة وما حصلتش. ايوه بس يعني هاكل الشوربة دي بالشوكة ازاي؟ ما هو يا حبيبي ده اصله اكل بنجلاديشي ذو سمعة طيبة وليه طريقة اكل. خد اتفضل. هاكل بكتالوج؟ يا نهار اسود. لا 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 لا، انا هاكل بطريقتي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرعت. في إيه يا عادل مالك؟ أغرب طعم دخل بقي في خلال رحلة حياتي. يا ابني هين قرشك ولا تهين بطنك، اطلع برا وكل. مش معقول بجد، مش معقول بقى كده. يعني أكيدي هو ناقص شوية ملح، شوية فلفل، شوية رحمة بقى. يوه، هو أنتوا مفيش حد فيكم فاهمني خالص؟ يا جماعة في حاجة اسمها الأكل الكيفي والأكل الكمي. بصي، وفي حاجة اسمها لا تطبخي يا رانيا ولا عايزين ناكل منك أكل بقى. يا عادل افهمني الله يخليك، هو مش في لعيبة كورة جامدين جدا جدا بيلعبوا كويس قوي في الملعب الكبير ولما بيجوا يلعبوا في الخماسيات بتاعتهم بيعكوا ما بيعرفوش يلعبوا؟ أنت إيش عرفك باللعيبة أصلا؟ اللعيب لعيب في أي حتة يا هانم. لا طبعا، أنا أعرف أطبخ بس لما تبقى الأحجام غزيرة. دي حجة البليد. حجة البليد ايه؟ لا مفيش بليد ولا حاجة، كل الحكاية بس ان انا النسب، في حاجة اسمها النسب، انا نسبي لازم تبقى فخمة عشان اعرف ابدع. ها واضح ان انا مش هعرف اكل في بيتنا خالص، وكتالوج جايبهولي حضرتك عشان اكل بالشوربة. انا عودا سريعا ان شاء الله لاكل الشارع. منك لله يا رانيا. سلام عليكم. يا جماعة هناكل ايه؟ يعني هناكل ايه؟ مفيش غير مطعم مد ايدك، وده اكله كله طعم واحد، الفراخ زي السمك. يعني الفراخ بتلاقوا فيها شوكه ولا ايه؟ بصراحه مهرجه عنده حق، الواحد مصريون يشفت من الاكل اللي بره. الواحد نفسه في اكله بيتي كده يرم العظم واللحم. طب ما بتروحوش تاكلوا في بيوتكم ليه؟ المشوار بعيد والدنيا زحمه، ولو روحت اذ ربما انا انتخ ومرجعش تاني، ولا غلط؟ لا مش غلط. طيب شوفوا بقى هتاكلونا ايه النهارده. الله، انت مش قلت رايح اتغدى وجاي؟ والله يعني انا صراحه بعد ما روحت يعني قلت مش معقوله اسيب المعلم مهرجه والمعلم تيتي ياكلوا لوحدهم، لازم اكل معاهم يعني. طب ما تجيب حاجه من البيت ونشاركك فيها. الصراحه يعني يا معلمين انا مش عايز اخسركم يعني. خد يا تيتي 50 جنيه عايز اي حاجه. ايه ده؟ اي حاجه ب 50 جنيه؟ النفر مننا بيصرف 50 جنيه في الاكل بره. حسبتها مع نفسي لقيت نفسي باكل ب 1500 جنيه في الشهر. 1500 جنيه؟ يا نهار ابيض، ده مبلغ ضخم جدا. وانا شارحه وكل المعلمين المستنيين الاكل دول كده برضو. انت بس اللي مش حاسس عشان بيتكم خطوتين من هنا. هو قريب زي بعيد يعني ما تفرقش يعني، بس عموما اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلوته. مفيش واحد قريبه ونفسها حلو تعمل لنا اكل بيتي زي ام دهب الله يرحمها. من طاجن الباميه باللحم الضاني بتاعها ده. ام دهب و1500 جنيه في الشهر، ده اكيد كانت محوشه دهب. 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15000 جنيه. 15000 ايه دول؟ انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه؟ الموبايل بتاعي هبيعه ب 15000 جنيه؟ دي دراسة جدوى يا غبي.
جدول ايه بس يا دولا اللي انتوا بتدرسوه ده؟ جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده، يعني مثلا يقول لك 9 في 5. طب يا دولا يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي؟ مش حرام دي؟ انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره. طب 5 في 0 بكام يا رمزي؟ 5 و0 50. طب الحمد لله ان انا ما مسكتكش الحسابات، اقعد ساكت بقى. طب دولا يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ مسكتك الكنكولوليتور دي على فكره معناها انك هتتصل بحد. الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي؟ لا يا دولا ده انا ياما رنيت منه. رنيت منه. بص يا رمزي انا مش هعافر معاك، يعني انا عايز افهمك حاجه، انت برضو يعني ابن عمي، واذا ربما حد يفتكر انك ذكي يعني. انا بفكر في مشروع، يعني عارف انت الجماعه اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيره جدا. فلوس دي بقى مين اولى بيها؟ يالا عيالهم طبعا، دول اولى بيها بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده. يالا عيالهم، احنا مالنا ومال عيالهم؟ احنا اللي اولى بالفلوس دي. يالا انا قررت اعمل مشروع جديد. ايوه كده بقى يا عم، بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافو علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني يا دول بالليل. بالليل ايه؟ انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله. عايز تجيب ضرافو في البازار وخلاص؟ لا يا غبي، انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار. الله يا دولة. طب وانا بقى يا عم هعمل ايه؟ انت ليك دور جامد قوي. يلا هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس. الله يا دولة، الله يا حبيبي يا ابن عمي، الله. انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على من ايطاليا كده هون، واعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولت يا دولة، وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي، واقوم راكبها في البسكريت. انت سرقت نمر بتاعت عربيه كانت واقفه قدام البازار؟ العربيه دي لونها ايه؟ لونها اصفر. والعربيه اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه؟ بتاعتي اصفر. وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول. تقف قدام البازار. سؤال تاني كمان. عارف ده ايه؟ ده كرباج يا دول. ده كرباج. بيستعمل ايه الكرباج ده؟ بنضرب بيه الحيوانات. الحيوانات اللي بتسرق نمر بتاعت عربيتي. تسرق نمر عربيتي؟ والله يا دول مش قصدك. مش قصدك. مش قصدك تسرق؟ مش قصدك. لا يا دول، لا يا دول، والنبي لا يا دول. ده انا بهدلك. سرقت كام نمر يا؟ هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين. عظيمة، الحمد لله يا رب، أخيرا لقيت الفكرة اللي هتخليني أبرز مواهبي المدفونة الفطرية. رانيا يا حبيبتي معلش، أنا هعتمد إن أنا أهمش دورك خالص. النجاح بتاع المشروع ده بيعتمد إن أنت ما تمديش إيدك في الأكل. أنت هتبقي صبي سادس بعد ياسمين أصلا يعني. ومين اللي هيكون الكوماندانو؟ أنا؟ لا حماتي، لكن في الخطة إن شاء الله. يعني أنا بفكر إن شاء الله أفتح مشروع في فرنسا، أنت اللي تمسكي بقى المشروع وتبقي الكوماندا في فرنسا، لأن سمعت إن الجماعة أصحاب المحلات اللي في شارع الشانزليزيه بياكلوا طول الوقت من الشارع، نبقى نورد لهم يعني. تري جونتي يا عادل، مش معقول إن أنت عارف إمكانياتي كويس خالص. يعني دلوقتي مين هيبقى الشيف؟ ماما طبعاً. حيث بقى الملوخية بالأرانب بقى بالدقية بتاعتها باللحمة المفرومة بالمسقعة بالإيه؟ تسلم لي يا حبيبي، يعني حظر التجول على المطبخ خلاص اتشال. بابا طب أنا هعمل إيه؟ أنت يا ياسمين يا حبيبتي بقى هتعملي حاجتين. أول حاجة هتقطفي الملوخية، دي سهلة عبيطة قوي. تاني حاجة بقى يا حبيبتي هتعملي إيه؟ هتدوقي الأكل، لأن حاسة التذوق اللي عندك ما باظتش من أكل ماما زينا كلنا. طب قولي بقى هتدفع لنا كام؟ أنا لسه ما عملتش دراسة كاملة يعني، سيبوني وبعد كده هقدر كل واحدة حسب مجهودها هديها كام. بالنسبة لك أنت بقى يا رانيا، أعتقد إن أنت مش هيبقى لك أجر، يعني أنت هتعتمدي على التبس اللي هيجي من الزباين. الظلم اللي انت فيه ده يا اخي، بقى حرام عليك، اديني فرصتي بقى ابرز مواهبي. طب اقول لك، سيبني اعمل الحلو. الحلو ايه؟ بصي المشروع ده ما فيهوش حلو، والمشروع ده كله وحش وخلاص. بصي يا عادل بقى، انا سيبني اعمل الديكوريشن بتاع الديشز. الديكوريشن ده هسيبك تعمليه، الدش احنا مش هنعمله دلوقتي لان مش في دماغنا نعمل اعلانات فضائيه خالص. عادل انا كلمتي لازم تكون مسموعه بما اني انا الكوماندوس. حاضر يا كوماندوس، انت كلمتك مسموعه. اي واحده فيهم ما تسمعش كلامك يا ماما قوليلي وانا هخصم، وشوف الخصم هيبقى شكله ايه. طبعا موافقين،
حد يطول يلاقي طبيخ بيتي وقول لا. بس نطلبه يتعمل لنا، اذ ربما نطلب القاس يتعمل لي القاس، اطلب كباب حله يجي لي كباب حله، دقيه باميه تتحفني بدقيه باميه، ولا غلط؟ جوعتنا يا تيتي. بص يا جماعه انا معاكم، واي اكل انتوا عايزينه انا تحت امركم يعني، بس انا لازم احاسب بالشهر عشان اعرف بقى اظبط مخزني واظبط مطبخي. بصراحه انا في قلبي ذره شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه، اسال اهو المعلم تيتي. فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الظهر. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده، انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما شكش في بق تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مد ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوقوا الاكل مش هتخلوا حد يمد ايده معاكوا. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انت بقى بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوز. طبعا يا ماما، عشان انت الكوماندوز فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك طرطور احمر، هم طراطير بيضة كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم، تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهود. عارف انا همشيهم على العجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. ايوه 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 ايوه. دول يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. يا دول كله تمام؟ ايه جبت كل حاجه؟ كله 100 100. دول عندك اهو يا جماعة، بعد إذنكم محدش يمد إيده على أي حاجة لما راجع. بس استنوا استنوا استنوا، محدش يمد إيده على حاجة. قولي إيه اللي جبته بالظبط؟ أه دول كل اللي أنت عايزه، عدد واحد شكارة رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهاردة، قد تم إحضاره لتو. احنا شايفين إنه تم إحضاره، هل لديك أشياء أخرى؟ أه يا دولا، وعندك كمان فخدتين على كتفك يا دولا. حسدتهم أنت يا دولا. اتنين كندوز أحمر فقط لا غير، وخمسة أكياس ملح قابلة للنفاذ. كرتونة مكرونة دولا فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة، أنت هتخنصر من أولها؟ ماشي، صفيحة واحدة فقط لا غير سمنة بلدي، وشريط كاسيت يا دولا. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الورد يا دولا. يخرب بيتك، هسجل الورد على الشريط؟ هات، مش دي البنات كلها؟ ظبطها الصفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا هات هات. واي حاجه تنقص انت حره، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها؟ حاضر يا دولا. بقول لك يا دولا، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. يا دولا، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر. بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دولا. واحد عايز علبتين اديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دولا. ايه كمان عندك بقى يا سيدي؟ في عندك التلات علب دول اهو، 1 2 3، دول بتوع المعلم مهرجه، واحده فيها مكرونه والتانيه فيها باميه والتالته فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع باميه؟ غبي غبي يا دولا. ما هو لولا اختلاف الاطعمه لفسدت الالسنه. الله على اللسان اللي بيقول حكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشورى، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دولا، حبايبي دول يا دولا. هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دولا. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه؟ يلا انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ خلاص، اللي يفضل منهم خدوا ليك يا ده رمزي. ماشي يا دولا. يلا بسرعة بسرعة. صح يا دولا، صح. فريرة يا دولا، فريرة فريرة. موسيقى
مية. مية مية ايه يا دولة؟ ده اذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم دي لك 500. مساء الخير، انا طلع الشيل تاني صاحب مطعم مد ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وحضرتك مديت ايدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة يمد ايده ويلحق من الشحاتين. اهلا مؤاخذه اهلا مؤاخذه استاذ صلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. ايش الواد رمزي بيحب يقول؟ قول 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 قول. حضرتك منور يعني، عموما يعني ما تزعلش، دي قضيه بسيطه جدا. وبعدين لعلم حضرتك يعني خدها مني نصيحه، يا ريت انت بقى تقفل المطعم بتاع مدي ايدك ده وتقعد في بيتكو، وتكلمني بالتليفون ابعت لك على طول الاكل اللي انت عايزه. هتلاقيني بالبسكليته عند بيتك بالدرجل. انتوا كده بتضربوني في اكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق يا ما هنا ويا ما هناك، وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يعني انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي رمزي، احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ في التلفزيون. يا دولة وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومبو الحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ صلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. اشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولة يمكن الانبوبه فضيت. الحقيقه يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي. ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا استاذ صلاح، انست وشرفت. شفت يالا؟ ايوه دول، انا عايزك يا دول تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، هو لو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. انت تعديت يالا ولا ايه؟ الطلبيه كلها تمام. كباب الحله فين؟ اهو يا دول. حلو. فين ام علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها يعني. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده دول. متاكد؟ متاكد يا دول. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دول. بس انا يا دول دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مدي ايدك ده هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. الشغل وسع. عادل باشا خلصت الطلبيه؟ طلبيه واحده بس، ده انا مخلص النهارده بتاع 20 طلبيه، اعمل لي بالميت النهارده بتاع 12,000 جنيه. مش معقوله يا استاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى اكتر من كده كمان. غلبان قوي استاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجه. اتفضل 5,000 جنيه قيمه الطلبيه، اتفضل. 5,000 جنيه ده اكبر مبلغ جاي لي يالا. 5,000 مسكت متلبس ومعاك شريكك. متلبس ومعاك شريك مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوة صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولة يا الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. بيتك يخرب بيتك، انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد 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 الفلوس دي امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان؟ ده احنا زملاء عيب يعني. حاضر اتفضل معايا. حاضر اتفضل. الله الله اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكوا؟ ايوه حضرتك حضرتك معاك الفلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي. خلاص يا عادل
فلوسنا كلها راحت. الحمد لله الحمد لله، فلوس كلها راحت في الكفالة اللي اتدفعت دي. والله كانت أيام حلوة. خسارة، كان عندي أمل كبير مع الوقت أخد بوزيشن كبير قوي. ليه مش هقطف ملوخية تاني؟ بس والله يا عادل، الأبارتمنت اللي حصل ده أنا سعيدة جدا إن أنت حاولت إن أنت تنقذ العيلة دي من الفلاس. حاول تفكر في فكرة تانية تكون مضمونة وما تزعلش. مفيش حاجة تزعلني، الحاجة الوحيدة بس اللي مزعلاني إن أنا هضطر أرجع لأكل رانيا تاني. فكرتني، طب خالكوا النهاردة إيه بقى؟ أكيد طبعاً بقى، يعني مكرونة خشبية مع مسامير تونة مثلاً. تونة؟ أبوز الهند بالزبيب القليل.